السلام عليكم ورحمة الله. نرحب بكم أعزائنا الطلبة في درس جديد من دروس اللغة العربية للمرحلة الثانوية، رمز المقرر عرب 302. الدرس حفظ القرآن من كتاب الأيام، الجزء الأول لطه حسين. أهداف درسنا لهذا اليوم: أن تقبل عزيزي الطالب على قراءة نصوص إبداعية بانتظام، أن تتبين الخصائص الفنية المميزة لانتماء الأيام إلى جنس السيرة الذاتية وأنماط الكتابة التي قام عليها، أن تتعرف استراتيجيات الكاتب في بناء النظام الحدثي والعالم السير ذاتي، أن تحلل النسيج النصي في السيرة الذاتية وتبين وظائف السرد والوصف والحوار، أن تعبر بلغة سليمة عن أفكار النص وما يختزنه من قضايا فكرية واجتماعية وقيمية وفنية، أن تبدي رأيك معللاً في الأثر المقروء باعتماد الأدلة والشواهد المناسبة، تمهيد. ما مفهوم السيرة الذاتية؟ ما الفرق بين السيرة الذاتية والسيرة الغيرية؟ مفهوم السيرة الذاتية هو فعل سردي يقوم على آلية التذكر، والبطل فيه شخصية واقعية هي شخصية المؤلف، وبناؤها الشكلي هو بناء روائي يعتمد مبدأ الحكاية ومبدأ استعادة الأحداث عبر خط أفقي متسلسل تسلسلا زمنيا. الفرق بين السيرة الذاتية والسيرة الغيرية هو أن السيرة الذاتية كما ترى عزيزي الطالب يتحدث فيها الكاتب عن حياته الشخصية، أما السيرة الغيرية فهي الكتابة عن شخصية من الشخصيات الشهيرة في عالم الأدب أو الفن أو السياسة. ما خصائص البناء الفني للسيرة الذاتية؟ التذكر يقوم على استعادة الأحداث من مخزون الذاكرة، الانتخاب لا يسجل كاتب السيرة الذاتية كل المواقف والأحداث التي عاشها، وإنما يختار من بينها ما يخدم عمله الروائي. الامتداد الزمني يمتد الزمن الروائي عبر مراحل طويلة من عمر الكاتب، وقد يعتمد السرد الخطي القائم على تتابع الأحداث في الزمن، أو يقوم على عمليات التشتيت الزمني فيعتمد تقنيات الاستباق والاسترجاع. الصدق يقدم الكاتب صورة صادقة عن حياته مركزاً في الموضوعية والحياد، وهو ما جعل طه حسين يتخذ راوياً من خارج الحكاية فسرد سيرته بضمير الغائب. المزج بين الواقعي والتخيلي بالإضافة إلى الوقائع الحقيقية لا بد من إدخال عناصر التخيل التي يقتضيها الفن الروائي والعمل الإبداعي.
اقرأ نص حفظ القرآن الوارد بالفصل الثامن من كتاب الأيام في جزئه الأول من الصفحة 37 إلى الصفحة 38 من قوله أقبل سيدنا إلى الكتاب إلى قوله ينظرون ويعجبون ثم مهد له بإيجاز. ختم الصبي القرآن في الكتاب فأصبح شيخا ولما يتجاوز 9 من عمره. عزيزي الطالب، بعد هذه التقديمات التي نرجو أن تكون استفدت منها، نصل إلى نص حفظ القرآن. أعد قراءته قراءة متأنية وتتبع الأنشطة التي نقترحها عليك وأجب عنها، راجين لك النجاح والتوفيق. النشاط الأول، تبين من خلال النص الحالة التي كان عليها المؤدب قبل اجتياز الصبي الامتحان وبعده، موضحا مدى صدق إحساس المؤدب. من الشواهد الدالة على اجتهاد الصبي وحرصه على حفظ كتاب الله، فقد أتم حفظه ولما يتم 9 من عمره، وهو يذكر في وضوح وجلاء ذلك اليوم الذي فيه ختم القرآن. أصبح صبينا شيخا وإن لم يتجاوز 9، كان ينتظر أن يكون شيخا حقا فيتخذ العمة ويلبس الجبة والقفطان، وليس من شك أنه حفظ القرآن بعد ذلك حفظا جيدا في مدة قصيرة جدا. كان في هذا اليوم نجيبا بارعا، لم يسأل عن شيء إلا أجاب في غير تردد وقرأ في إسراع. النشاط الثاني، لقب المؤدب الصبي بالشيخ اعترافا له بختم القرآن الكريم. عد إلى الفصول 5-6-7 من كتاب الأيام في جزئه الأول واجمع الشواهد الدالة على اجتهاد الصبي وحرصه على حفظ كتاب الله. كان المؤدب خجلا وجلا قبل أن يجتاز الصبي الامتحان، نظرا إلى ما تعرض له من حرج في المرة السابقة أمام الأب وأصدقائه حين أخفق في استحضار السور القرآنية. أما بعد اجتياز الامتحان فقد عاد المؤدب مسرورا مغتبطا، لأن الصبي حفظ له كرامته أمام أبيه وأمام الناس. النشاط الثالث، حرص المؤدب على أن يأخذ عهدا من الصبي ويلتزم به. 1- بين من خلال فهمك النص فحوى هذا العهد. 2- ما الغاية التي يرمي إليها المؤدب من وراء هذا الحرص؟ 1- فحوى ذلك العهد أن يلتزم الصبي بمراجعة 6 أجزاء من القرآن الكريم في كل يوم ويتلوها على العريف كي لا يضيع حفظه، ثم لينطلق بعد أن يتلوها فيلهو كيفما أحب. 2- كان المؤدب يرمي من وراء ذلك إلى مداومة الصبي على حفظ القرآن فلا يضيع منه مثل ما حدث في المرة الفائتة فلا يبقى هو في حرج. النشاط الرابع،
عوض الصبي في اتصاله بالعالم الخارجي حاسة البصر بغيرها من الحواس. اذكرها انطلاقا من هذا النص ومما درسته من كتاب الأيام. كانت حاسة السمع هي البديل الأبرز لدى الصبي عن حاسة البصر، فقد سعى إلى حفظ القرآن الكريم وتلاوته، وكان حبه سماع الشعر والإنصات إلى قصص الرواة وأخبار السابقين والسير والملاحم نوعا من التعويض. ولم تكن حاسة اللمس أيضا ببعيدة عن آلية التعويض هذه، فلعبته المفضلة كانت تنحصر في جمع أعواد من الحديد وتلمسها وإعادة ترتيبها، ثم ها هو يصف بدقة كيف أعانته حاسة اللمس هذه على تعرف لحية المؤدب. النشاط الخامس: ادرس شخصية الصبي كما تراءت لك من خلال النص. تبدو شخصية الصبي شخصية طيعة، فهو يجيب المؤدب ويعطيه عهدا أراده اتفاقا بينهما ويقسم على ذلك، وهو على الرغم من لينه ومرونته ذو إرادة قوية، فقد استطاع تجاوز محنته وحفظ القرآن الكريم في هذه المرة، مما جعل المؤدب يخاطبه قائلا: لقد كنت تتلو القرآن أمس كسلاسل الذهب. النشاط السادس: أغنى الحوار السرد في هذا النص بين ألف نوع الحوار، باء وظيفته. نوع الحوار هنا حوار مباشر بين الصبي والمؤدب، وظيفته توضيح أبعاد العلاقة بين الشخصيتين الرئيسيتين والمساهمة بالإضافة إلى المؤشرات السردية الأخرى في إضفاء الصبغة الواقعية على الأحداث. النشاط السابع: صنف في الجدول الآتي شخوص النص إلى رئيسية وثانوية، مبرزا العلاقات الرابطة بينها. الشخوص: الصبي نوعها رئيسية، المؤدب نوعها رئيسية، العريف نوعها ثانوية. العلاقات بين هذه الشخصيات هي علاقات مباشرة تنبني في مجملها على الحوار المباشر، وتنشأ في سياق تعليمي يطلع فيه المؤدب بوظيفة التعليم، فيما ينهض العريف بمعاونة المؤدب. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، إلى اللقاء في درس قادم.